السلام عليكم. بص يا جدعان، عايزين نسأل محمد أسئلة شيقة المرة التانية. تدرون ليش؟ أول سؤال يا ولدي، أنت ليه عايز تبيع الشقة؟ بلاش على كده. لا يا اسطى، والله أنا قلت أغير عتبة، أعمل لي مشروع، أحاول أجدد. تكون فين؟ في الشارع؟ لما ان شاء الله اظبط لي يعني كده، حتى لو خدت ارض كده وعملت لي فيها حاجات بسيطه كده. ارض؟ ارض ايه؟ بالقسط. قسط؟ قسط اللبن؟ اللي بعده. ليش على قد عقلها. لا، فكرك انت لما تبيع الشقه تعرف تشتري شقه ثانيه؟ صراحه لا. لما هو صراحه لا، ايه العقليه الفذه اللي انت فيها دي؟ ليه؟ اصل انا فكر في دماغي يعني وبرتب بحاجه كده. انت دماغك عايزه برتشتم عليك. الله يسامحك. والله يسامحني وربنا هيسامحني. ماشي. طيب. الصلاة على النبي. طيب. انت مش عايز تتجوز؟ ان شاء الله لقيت بنت الحلال. لقيتها خلاص؟ متفق. يا مسهل. بس بنت الحلال؟ ان شاء الله. اكيد. قول يا رب. ربنا يوفقك. ما تنسوش بس تطلعوا ايه الغلط الفصاله بتاعتنا. مش لما نشوف نقول راينا؟ اه اكيد انت عارف. لا يا حبيبي، احنا بنقول راينا ما يرضي الله. ماشي. ان شاء الله تعالى. كمل ولا الواقع؟ قلنا راينا قبل كده افتح. قلنا راينا قبل كده، بلاش يا محمد بلاش يا محمد، ومحمد قال لا اصمم، وراينا احنا صح. يا ابني احنا عندنا خبره في الحياه كتير. احنا بصراطه على حال جمال النبي سيدات بيوت. يعني بنفهم اكتر منك. بنعرف بس انتوا ساعات بتجيبوا خليل. خليل مين؟ اتجوزوا خليل. مش عايز خليل. خليل ازاي؟ يعني عم خليل. عم خليل؟ يعني بص يعني شكله وروحه. ما تحسبش كده يا اسطى. وهي بتحسب ازاي عم سويسي؟ لا والله يا محمد، يعني هي حسبتها ما تبقاش كده خالص. ممكن واحدة تبقى مثلا مش واو، مش جمالها مش اللي هو. لا يا ست، انا ما عنديش مشكلة، أهم حاجة جمال الروح. ممكن واحدة تكون حلوة قوي وغلتة ورخمة وحاجات كده، وما عندهاش أصل وما عندهاش مبدأ وما عندهاش. لا برضه احنا عايزين برضه يبقى قبول، ما يبقاش يعني قدام المرأة عشان دي تعيش أروح. بس احنا عملنا قبل حاجة زي كده. والنبي. اه والله. فكرني كده بمين؟ لا بلاش بقى، خلينا. لا فكرنا. متفكرنا. لا مش فاكر والله، عشان مفيش. احنا ما جايبنا تفرح يا اسطى. طب ان شاء الله لو فشلنا هنجيبه. خلاص؟ طيب ايه امنية حياتك؟ طبعا بيتمنى الصحة والستر والحياة سعيدة وكويسة. طيب لو انت مثلا ربنا اكرمك و ان شاء الله كده مش هتبيع الشقه، ايه المشروع اللي نفسك تعمله؟ والله انا جيت افتح كوافير يا جماعه، قالوا لي حرام وارجع انت سبته، وناس قالوا لي كتير قوي انت شغلك حلو وبيستاهل، فانا محتار والله. انا واخد رايي خلاص بقى، انا سبتها، بس في نفس الوقت في الظروف اللي انا فيها انا ما ينفعش اشتغل الكوافير، فانا محتاج ان انا ارجع لها. محمد كان يعني انا قلت له هات ما تشتغلش انت بنفسك، انت دير المكان واشتغل. لا ما انا لما اشتغل بنفسي هوفر، هوفر كتير. مش ما انت ما تجيبش 7-8 صنايعي. لا انا هوفر لنفسي كتير. ايه بقى؟ حاجات كتيره يعني، اوفر راتب صنايعي، راتب بتاع سابها، حاجات كتيره انا اعرف اشتغل عليها كويسه يعني. عرفتي؟ فمش عارف والله. في نفس الوقت بفكر يعني التجاره حلوه، سوبر ماركت. بفكر افتح مطعم. فكرت من فتره اعمل سندوتشات مكرونه وبطاطس محمره. زي الله الله، ما اعرفش بقى على الله بقى، اه زيت ولا محله مكرونه بقى وسندوتشات كده بس. هنا يا محمد انت لازم تفتح لك حاجه تبقى كويسه. عايز حاجه كويسه والله، لازم تفتح كبير وكويس وبتاع ان شاء الله. لا ايه اللي انت راسي عليه بقى اخ؟ خلاص انت معاك فلوس اهو، وايه بتفتح الصبح؟ تفتح ايه؟ ومعايا فلوس اهو افتح الصبح. لا افتح لي سوبر ماركت.
سوبر ماركت. مش معنى بقى سوبر ماركت تجارة يعني الدنيا كلها ممكن تقفل الماركت الدنيا شغال اكل اكل وشرب ومعلبات وكده وما بيخسرش لسبب ما تقولش حاجه بتبوظ كلها حاجات مغلفه بالظبط كده ايه حاجات الانتاج اليومي اللي بتبقى لها يومين ثلاثه دي ممكن تبقى هي في نوع اللي هي مرتجعه مش عارف ايه الكلام. طيب انت يا اسطى هتتجوز امتى؟ موجوده مصيبة عند رب العالمين اتفق برضه انا برضه وانا دلوقتي ما بين حلين يعمل مشروع يتجوز. طب سؤال جريء 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 وبص في الكاميرا وهترد عينك اللي شبه الزراير دي ليه مش عايز ترجعه من ابنك؟ لا لا مش لاقي ايه بدنا رد مكتوب لا مش حابب شو عرفت المشاكل اللي حصلت الدنيا والدنيا والدنيا ما تلزمنيش والله. طب ما ندي فرصه ثانيه مش عارف لا لا في اسباب في كرامه وفي حاجات ماشي يا محمد بس طالما هي عرفت وكده وبعدين عايزه ترجع فهي لا راح معقوله وجبتها لا يا اسطى ربنا بيسامح والحياه دي مش هي مالهاش علاقه بالتسامح ست انا ما بكرههاش بتمنى لها كل خير بس لا في ظروف كده ما تنفعش ظروف ما عندني لا ظروف حاجه شخصيه انا في نفسي كده ما ينفعش. طيب انا ساكته انا ساكته ربنا يكرمك كده ان شاء الله لو فتحت لك الفرصه تتجوز تتجوز وقت المشروع الاول نفسي على المشروع الاول صراحه ماشي يا محمد انت ربنا يكرمك واحده من الامتحانات وتعينوا بعض على الحياه ليه ما تعملش كده؟ ابنك لسه صغير وانت لسه صغير خلف لك عيالين تلاته تاني ربيهم مع احمد ومع بعض ان شاء الله وما فيش حد يقدر يعيش لوحده ان شاء الله والاخ الوحيد ما بتبقاش حلو يا محمد ان شاء الله انا نفسي موزه يبقى عنده ثلاث اربع اخوات تاني كده ماشي انت بلمت كده ليه؟ بفكر في موزه ماله موزه؟ ان شاء الله هنخوي بفكر هيتخوى منين ماشي مش انت قلت بعيد بنت حاجه كويسه ان شاء الله الدنيا نتعرف بس نعم يا اخويا نتعرف لسه بتتعرف لسه ما عملناش حاجه. طيب انا وفقك ويبعدك من بنت الحلال يا بنت الحلال اطلعي وصغيره يا بنت الحلال خلينا نخلص من الموال الازرق بتاعه ده ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك كام حاجه في شخصيه محمد. محمد قليل ادب والله انا بقول لك قدامه هو مش من وراه. ايوه ليه ادب من ناحيه دي. هل انا بصحى الصبح يا صدفه يا كذا يا كذا ولا بغلط ولا بتكلم ولا لا ما عندكش صبر وحمائي وحنبلي لا ايه حنبلي حنبلك محمد ما عندوش صبر لا والله بصبر وانا صبر على حاجات كتير والله لا يمكن اصلا نقول عليه ان هو مثلا ايه محتاج حاجه وندور له عليه محدش يعصبني ولا ايه تتحور تتحور ايوه عليه كمل بندور له عليه فيقعد بقى يزعق ليه بقى؟ مش انت ايه ادب؟ لا انتوا ليه بتحركوها من مكانها؟ افرض حد شالها ليه 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 ما يكونش حد ليه حاجته ما حدش يجي جنب حاجته؟ ليه انا يعني؟ ليه الحاجه دايما متنطوره؟ ليه حاجتي مثلا تتساب في ايد العيال؟ بان حاجتكم دايما متشاله عشان شرابات الشرابات اصحى ما الاقيش الشراب كاني بروح وارجع حافل ما فيش شرابات ياما الفلد طلع كله بيلبس الشرابات نص الشقه انا واحد دي بس في المستريح انت بتلبس شرباتك ياسمين وسعيد وانت عمري في حياتي مش شربت حد انا مش شربت اصلا خالص انا مش شربات وانت كقلب في عينك زمان ايام ما كنت بتمشي حافله لا يا باشا معقول في حياتي ما بتشربات حد بس امك على القصه دي بالذات ماشي ف سعاد يعني ياسمين سعاد ياسمين امك امك ماشي بيسرق الشرابات اللي بيسرقها سعاد ياسمين وامك وسعاد كانت تقلع عشان تحط في الجزمه وتحط الجزمه تحت السرير وندور بقى على الشرابات دوروا فين وفين؟ لما تيجي تطلعوا الجزم اللي افتكرتوه ده بقى جزم صعب كلها شرابات ف لا يا اسطى ما عندكش صبر مع ان نص الشعب المصري بيدور على فلات شرابات مش انت بس ايوه وبعدين ما عنديش صبر ما عندكش صبر ما شاء الله وفانتاز بيحب الفانتاز زي يعني صلى على النبي ممكن مثلا يكون في جيبه 20 جنيه بس اللي معاه بس مش غيرها ممكن يجيب بقى ايس كريم يجيب بقى عصير ويزيد جيبه فاضي بس اللي في 10 اصل 10 قلت لا
ممكن مثلا يكون مثلا في جيب المؤجر مثلا فلوس تكفيه اخر الشهر مثلا 300 400 جنيه، ينزل يروح يقعد في اي مطعم يصرفهم ويجي يقعد فاضي بقى، انا قاعد فاضي اهو عادي. بس ما هو مالوش حاجه يا اسطى، ماشي اعمل حساب لبكره ان شاء الله. فاهم اعمل حساب لبكره، افرض بعد الشهر لو حصل حاجه، تعذرت في حاجه، مصر بخير، مصر بخير. تعمل هتقطع حته من كتف مصر يعني وتاخدها ولا ايه؟ هدف انا 500 جنيه بتفنوني ليه يا عم؟ بعد الشهر عليك. بس مش هسألك حاجة تانية يا استاذ فاجر. فاكر يا فنزات؟ فاجر. ومن واقع هذا اكتبوا يا محمد يا جدعان محمد يتجوز. مثلا الفيديو ده. اشتراه ازاي؟ حطه عندي. ايه؟ حطه عندي. عندك ازاي يعني؟ عندي في صفحتي. يلا يا جماعة اشوفكم على خير. لا 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 انا في خناقة هتقوم دلوقتي. ريحي. انت شايف كده يا استاذ؟ لا ما بشوفش. شايف اسألك كده عيني عينك؟ فنزات صدفة، تعالوا عندي. باي باي، خليك مفنحة كده بورتريه. استني سكرينه.